السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده متخصص بالأخبار، يعني هو بيتابع الأخبار اللي موجودة في كل وسائل التواصل الاجتماعي ويبدأ إن هو يجيبها لك ويبدأ إن هو يلخصها لك بحيث إن أنت تلاقي المعلومات موجودة. فده مناسب جدا للناس اللي هي صناع المحتوى أو الميديا أو الصحافة وهكذا، بحيث إن في الريل تايم في الوقت الحقيقي بتبدأ تظهر كل آخر المعلومات. هو مفتوح بحيث إن أنت تربط الموقع بتاعك أو الأدنس بتاعتك او البرنامج بتاعك او التطبيق بالموقع بتاعهم بحيث ان انت تحصل على اخر الاخبار في التطبيق بتاعك. ممكن هتخلطرها تقول مثلا عايز الحاجات الخاصة بالرياضة او الحاجات المتفائلة او كده زي ما انت عايز.